وهذا المقترح أرجو أن يوصل من خلال قناتكم وعبر سيادة العقيد إلى دولة السيد محمد الشيع السوداني. المقترح يتلخص بالآتي: وضع استراتيجية تنفذ على مراحل يشارك فيها أطباء نفسانيون وعلماء نفسانيون، وبوصفي أنا رئيس الجمعية النفسية العراقية فأنا حاضر ومستعد، وأيضا نواب ورجال قانونيين وما تقترحه مديرية مكافحة المخدرات، ونعقد اجتماع مبرمج علمي يترأس السيد دولة محمد الشياع السوداني، وتكون هذه الاستراتيجية مدروسة، يعني يقولوها إن إحنا العلماء والمفكرين والمعنيين بهذا الشأن المتخصصين من أطباء نفسانيين وعلماء اجتماع وغيرها وغيرهم، نحددها لكل مرحلة، نحدد لها زمن معين بحيث لما تتحقق في سنة الأولى المرحلة الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية وهكذا. أرجو أن ينقل هذا. الجهود الآن مباركة ولكنها غير مبرمجة، لكن لما تكون استراتيجية ويساهم بها أيضا رجال الدين ويصير بها توعية من خلال قناتكم والقنوات الأخرى المعنية، حين ذاك نستطيع السيطرة على. وبالمناسبة ترى المخدرات لا تؤذي الشاب فقط المتعاطي، أسريا يعني فيها، أنا دا أحكي من الناحية السيكولوجية، أسريا أنت تدري المتعاطي لما يدخل إلى الأسرة أول شيء يتعارك مع زوجته، وأي شيء بيده طاوة فاس سكين يضربها، وبالتالي زوجة ما تقدر، فوين ترحلها؟ ترحلها على الأطفال.